بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة غرس الفضائل للأطفال في 10 دقائق، وصلنا لغاية حرف العين لو أنتم متابعين. يعني احنا ماشيين في سلسلة كل حرف بيدينا فضيلة، وكل فضيلة بنشوف مش بنوعظ فيها، لا بنشوف ازاي نغرسها في الطفل، لأنه الطفل زي تعبير الكتاب مغروسين في بيت الرب. زي ما تغرسه وتغرس فيه فضائل يطلع قديس طول عمره. النهاردة عاوز أكلمكم عن العين العطف، وطبعا هي زيها كلمة شفقة أو حاجات زي كده، وهي تعبير من تعبيرات الرحمة والحب. إزاي أغرس في الطفل ابني أو بنتي أو حفيدي أو ابني في مدارس الأحد أو بنتي في الخدمة عموما، أغرس فيه العطف. وطبعا هي حاجة مهمة، لأن في الزمن ده في قسوة، عكس العطف في أنانية، في قسوة. تلاقي العيال مش مهتمة، الناس الفقيرة فقيرة والعيانين عيانين، وكل واحد بيقول يلا نفسي. يعني طبعا دي بتبتدي من الطفولة. أذكر مرة كنت قاعد مع أحد أمهات الأديرة رئيس الدير، وقالت لي وانا طفلة في الصعيد كان ابويا ياخدنا نوزع على كل الناس الغلابة كل شهر خير كتير قوي. فقالت لي انا من ساعتها تربيت احب الفقراء قوي، والدير دايما مفتوح للغلابة. شوفوا، اب كان بياخد بنته ويدور بيها على الغلابة في القرية، طلعت رئيس الدير، وبقى الدير بيعمل خدمة قد ايه، وكل ده هي بتنسبه لابوها من طفولتها، غرس فيها حب الفقر. فالعطف ده او الاهتمام بالفقير والمريض بالذات، دول اكتر مجالين نتعامل فيهم، ده لازم يتحط في الصغر، وده له اشكال كتير. برضو مرة اذكر، عشان عندنا بيت بيخدموا فيه ناس شباب بيقولنا من امريكا واستراليا وكندا يساعدوا، فلما سافرت قابلوني الأهالي قالوا لي على فكرة العيال بيرجعوا متغيرين لما بيقعدوا يخدموا الأطفال البسطة، يحبوهم قوي، بيرجعوا بعد كده مستكتر على نفسه الهدية الغالية، ومستكتر انه الأكل يترمي، وبقى حاسس انه لازم يحوش عشان في طفل غلبان قوي ما عندوش حاجة من اللي هو عنده في الراحة اللي هو عايش فيها. فهنا جات مقودال، كانوا أطفال 15-14 سنة، لكن اتحرك قلبهم. يعني احنا متفقين ان كل فضيلة نغرسها في الطفل نغرسها عن طريق 3 حاجات لو انتوا فاكرين: القدوة والحوار والايه والتأديب. وطبعا في الثلاثة في حاجة اسمها الممارسة، الفضيلة تمارس بالقدوة وعن طريق الحوار يجي الإقناع العقلي الذهني، الفكرة تدخل، وبعدين تيجي بقى موضوع التأديب. يعني لو عمل عكس كده يبقى في نوع من الوقفة الشديدة، عشان مرة في مرة يتبرمج على الصح مش على الغلط. أولا القدوة، لا يمكن بيت يزرع في عياله العطف إن كان الأب والأم بخلة أو قلبهم قاسي، يعني ما كانتش تطلع طبيعي يبقى مش هتنفع. يعني هتقول لابنك روح اهتم بالفقراء وانت اساسا يعني بخيل وشديد مع الناس، طبيعي ما تنفعش. لكن الطفل هو شايف ان بابا عند مثلا، اذكر ابونا عبد المسيح النخيل الله ينيح روحه واحنا شباب صغير، كان يدينا درس يقول لنا لما تروح لبتاع الخضار يقول لك 2 جنيه دي له 3. طبعا كانت 2 جنيه تشتري حاجات كتير قوي من الخضر زمان يعني. فكنا نقول له يا ابونا ده هو بيضحك علينا، يقول معلش يضحك عليك بس انت تدفع له جنيه زياده عشان يعرف انك ابن ربنا. فكان بيعلمنا واحنا شباب في ثانوي وجامعه وكده انه اعملوا خير وادفعوا زياده. ليه؟ لان القرش مش هيفرق كتير، بس هيقول رساله مهمه. في ناس بقى تحب محدش يستغلها، وعشان حكاية الاستقراض ده بيعطلهم عن العطاء. يا سيدي استقرضوك، ما احنا بنستقرض ربنا طول الوقت. لو فكرت فيها
هو في حد بيستغل ربنا قدنا؟ هو في حد بياخد من ربنا خير قدنا؟ وهل احنا نستاهل الخير اللي ربنا بيعمله؟ ما نستاهلوش، وبيدي بسخاء. هنا العطف معناه التعاطف مع الاحتياج، يعني شايف شخص فعلا ناقصه حاجة. يعني أذكر مرة طفل حكت لي أمه، يعني أنه لأن أمه خادمة حلو وأبوه كذلك، قالت لي رجع من المدرسة قال لها ماما أنا عاوز أدي الكوتشي ده الجزمة يعني لصاحبي. ليه يا حبيبي؟ قالت لي قال لها النهاردة الجزمة بتاعته اتقطعت. قالت له ما هو بكرة مامته هتجيب له جزمة. قال لها لا، لحسن مامته ما تجيبلوش، اعمليها لي هدية واخدها معايا بكرة اديها له. وفضل يصر ومامته تقنعه، ما هو ممكن يتضايقوا يمكن ما يصحش. قال لها لا، النهاردة هو كان بيعيط عشان الجزمة اتقطعت وانا عندي جزمتين. طبعا وهي بتحكي لي فكرتني بكلام يوحنا المعمدان لما قال من له ثوبان فليعطي من ليس له. الطفل طلع منه بتلقائي. العطف معناه بدل ما تشوف الناس في عيوبها شوف الناس بعين العطف. برضو تفكرنا يونان النبي، يونان النبي قدام نينوى في آخر نص سفر يونان، ربنا قال له حكمة جميلة، بدل كلمة الشفقة ممكن تحطه كلمة العطف. قال له أنت أشفقت على يقطينة بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت. زي طفل بيزعل على لعبة كسرت، بس هي بنت يوم، يعني عاوز أقول إيه، مش حاجة، حاجة مادية في الآخر يعني. فربنا يقول له أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها 12 ربوة من الناس ما يعرفوش يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. خلي بالكوا العطف كمان يوصل للحيوانات، لأن احنا بنشوف أطفال عنيفة حتى مع الحيوانات، ده معناه حاجة مش كويسة، إنه ده هيطلع قاسي لما لا يشفق على عصفورة ويبقى يعني عنيف في تصرفاته، ده قلبه هيبقى مش سهل بعد كده. فبداية القدوة، عاوزين كلنا نتعود مع أولادنا أن احنا نمارس العطف بس بطريقة حكيمة. برضو الأسبوع ده حد من الشباب الطيب حكى لي قصة أثرت فيا. قال لي أنا أخويا تعقد من الكنيسة لموقف غريب قوي. هما من عيلة بسيطة في الصعيد، وطفلة جاية تجيب يوم يعني كان عنده امتحانات، طفلة قدام الناس يعني من أسرة غنية شوية جابت 10 جنيه وراحت للولد ده وهو في ثانوي عام، اديته 10 جنيه قدام الناس. الولد صعبت عليه نفسه جدا كرامته، انتوا عارفين الشباب يعني ايه، طفلة صغيرة تطلع فلوس وتديني، ورمتها له كده ومشيت. على قد ما يمكن الطفلة ابوها قال لها اعملي كده او كان عاوز يعلمها، بس كانت ناقصها حكمة، لانها كان المنظر مكشوف قدام الناس، وده سن حساس ما يحبش ابدا يحس انه ايه يعني خد حاجة من حد. فيبقى دايما مع العطف او تربية الشفقة دي او التعاطف لازم نبقى حكماء، لازم نقدم الحاجة بطريقة فيها احترام، عشان كده نوصل الحاجة للبيت، مش ندي للناس كده اللي يطلبوا بس، وندي حاجة نظيفة مظبوطة، مش ندي حاجة أي كلام. كل ده لازم يتحط في الحسبان. أب وأم بيعملوا الحاجات دي كل يوم، لازم ولادهم يطلعوا كرماء وشفقين وفيهم الفضيلة دي تلقائية. مشكلة الجيل ده أن ناس كتيرة بتستسهل أنها تطلع فلوس وخلاص، وتعتبر ان هو ده المطلوب منها. الحقيقة مش كده خالص. تفكرني لما اليهود في زمن المسيح، المسيح قال لهم قربان، بقيتوا تقولوا قربان هو الذي تنتفعون به من، يعني ايه، لغوا الوصية الحقيقية بتاعت حب الفقراء وعمل الخير وركزوا في ايه، قولة العشور بس. لا، العشور قضية غير دي خالص. عمل الرحمة والصدقة والعطف والشفقة ودي فضائل مسيحية، ده غير التزامك بالعشور، ده احساسك بالاخر. برضو هنا القدوة في التعامل مع المرض، يعني لما يكون في مريض في العيلة الطفل ممكن يروح يزوره، بس ما يكونش المريض في منظره صعب او بيتألم ويتأوه، لان دي ممكن الطفل الصغير نفسيا تهزه شوي.
لكن السؤال على المريض لما يتحط في الطفل من صغره يطلع طول عمره عارف قيمة زيارة المريض. زيارة المريض دي بتخلينا نشوف المسيح، كنت مريضا فزرتموني. لكن تيجي تعلمها لشاب 20 سنة ما يقبلهاش، ما هو عاوز يتفسح وعاوز دماغه وعاوز مزاجه. لكن لو علمتها لطفل يقبلها ويفرح بيها ويدخل هو شايل هدية أو يقول زي الكبار سلامتك، حلو، يبقى أنت علمته مبدأ جميل يطلع اتغرز جواه زيارة المريض، إن ما يكونش في مريض ما نسألش عليه، لازم ناخد بركته، ده المسيح. يبقى تركيز على المريض والفقير من الصغر بيغير جدا في الطفل. وعلى فكرة الأطفال ساعات وقت المراهقة يبعدوا ويشتوا ويتلخبطوا، وبعد شوية يردوا تاني للي تعلموه في الصغر. يعني في بعض الفضائل تختفي مؤقتا في فترات معينة زي المراهقة بسبب الأصدقاء والميديا والمشغوليات الفارغة وكده، لكن اللي تأصل في أول 7-8 سنين ما بيطلعش. فتلاقيه وهو بقى 20-30 سنة رجع تاني يهتم بالحاجات اللي كان بيهتم بيه وهو طفل. تاني حاجة الحوار. الحوار أقصد بيه اقنع ولادك، تاني بتكلم على التربية في البيوت وعلى مدارس الأحد، اقنع ولادك بقيمة الرحمة، قيمة العطف، قيمة الشفقة. ودي تيجي بالحوار. يعني لو لقيت مثلا تعليق على شخص انه ده كذاب، على طول انت ترد تقول له لا، يمكن مش كذاب ويمكن فعلا محتاج ومش عاوزين نظلم، ويمكن لو احنا كنا في الظروف دي ما كناش عرفنا نعيش. يبقى الحوار بتخليك تحط ابنك مطرح الطفل الفقير او المريض، حطيت نفسك مكانه. وعلى فكرة الاطفال قلبهم انضف من قلبنا، يعني مش هتلاقي صعوبة في انك انت تقول اللي انت عاوز تقوله في الاتجاه ده. بالعكس الكبار هم اللي شوية القلب يقسى، لكن الطفل التعاطف عنده طبيعي. فهنا الحوار بمعنى ايه؟ مش كنا ممكن نبقى احنا مكانه؟ الفكرة دي لوحدها تفرق جدا مع الطفل، انه يتخيل نفسه لو ما كانش عنده أوضة والسرير، ما كانش عنده اكل يكفيه، ما كانش عنده لعبة يلعب بيها، ما كانش عنده صحاب، ما كانش عنده رجلين يلعب ويجري، ما كانش عنده عينين. الفكرة دي تخلي قلبه يكبر ويحس بالآخر، وده بدري برضو. يبقى الحوار بيغذي الفكرة دي. وطبعا في حكايات كتيرة، مثلا من 5 خبزات ده كان طفل معاه زي أكلته 5 ترغفة وسمكتين، أكلة الغلابة في زمن المسيح، يعني أكلة يوم، إنما قدمهم للمسيح لأنه الناس أولى يعني. فربنا يسوع خد من عطية الطفل ده وأكل الجموع كلها. فواضح أن الطفل ده يمكن استحرم يأكل لأن كان في ناس كتيرة حواليه ما بتاكلش، ففضل مخلي الأكل لآخر النهار لغاية ما المسيح له المجد يعني قبل البركة دي وحولها المعجزة. فالحوار نناقش فكرة قيمة العطاء، احتياج الآخر، الألام اللي موجودة في حياة الناس، ربنا يسوع اللي موجود في الفقير وموجود في المريض. المواضيع دي تناقش لغاية ما الفكرة تدخل دماغ الطفل. أخيرا بقى التأديب. التأديب بمعنى إيه؟ لو لقيت ابني يميل للأنانية، يميل للعدوانية، يميل للعنف، ما كل دي حاجات عكس العطف بتاعنا النهاردة، يبقى لازم أنبهه، أنذره مرة ومرتين وبعد كده في تأديب. كده غلط، والحق، وانت كده بتعمل حاجة عكس اللي قالها ربنا. وبعدين ممكن كتب بكرة تبقى انت مكان الشخص ده وهتحتاج اللي يحبك ويسأل عليك. فتتناقش، بس ايه، الفولت يعلى شوي مع الخطأ، لازم نبرة الصوت تبقى شديدة شوي عشان يشوف عيبه ويشوف غلطه فعلا. ولو تكرر الغلط لازم يحصل تأديب زي ما اتفقنا كذا مرة. التأديب يجي بعد اتفاقات وبعد حوارات وبعد قدوة سليمة، وعشان كده لا تحتاج للتأديب في أغلب الحالات. مع قدوة سليمة وحوار سليم التأديب أقل ما يمكن. لكن ممكن لما تلاقي أنانية أو قسوة، لا، هنا تقف بقى واقفة وتتحرم من لعبة، تتحرم من فسحة، يبقى في زعلة، يبقى في شد شوية، يقوم الطفل برضو يتغرس في ذهنه أنه لا، دي حاجة وحشة قوي اللي أنا عملته ده، وحش قوي.
لأن بابا مش كل يوم بيتضايق ولا بيزعق ولا بيعاقب، ده فين لما بيوصل لكده؟ يبقى اللي أنا عملته ده حاجة كبيرة قوي تستاهل الزعل. فيعرف قد إيه جريمة عدم الحب أو جريمة عدم الشفقة أو عدم التعاطف. نراجع تاني، عاوزين نربي أولادنا على فضيلة العطف أو ما نسميه في الكتاب ساعات الشفقة، أو هي شكل من أشكال الرحمة، ونركز على الفقراء والمرضى ونبتدي مع الأطفال الصغيرين.